دلوقتي بقى يا ريس، بعد ما خلصنا البيز لاين بتاعنا وعملنا مينتين واساين بيز لاين وطلعنا الاس كيرف بتاعنا البلاند، يعني انت ممكن بقى في الاول كده تعمل شوية ايه فورماتنج كده لذيذ على الاس كيرف بتاعك. يعني هنا مثلا تظهر القيم بتاعتك، ماشي، هتلاقيها كده بايظة داخلة شوية، انت ممكن مثلا تبعد دي عن دي كده شوية، ماشي. يعني هنا مثلا ممكن تخفي الداتا ليبلز دي، ممكن تظهرها مثلا على اللاين بس، هتقول له على الداتا ليبلز تظهرها من هنا برضو، يكون شكلها كده مش ظريف. التشارت تايتل مثلا ممكن هنا تسميه البلاند اس كيرف. حلو الكلام، انت بقى ايه، عيش بقى براحتك كده في الفورماتنج ده، ماشي. هنا مثلا ممكن تخلي ال الداتا دي مثلا تخليها بخط بولد كده عشان تبقى ظاهرة، ماشي. وهنا كذلك، حلو الكلام، تمام. فا يعني ده دي حاجة ترجع لك انت. لو لاحظت هنا هتلاقي شهر مايو هو اكتر شهر هتصرف فيه في المشروع او هتدخل فلوس كاش ان في المشروع، ماشي. فانت ممكن من لما تظهر تعمل مثلا سبميت الاس كيرف ده للمالك، يقول لك لا انت شهر مايو هنا انا في هيبقى مطلوب مني فلوس كتير جدا، لا ما ينفعش، عدل لي الجدول بحيث ان يبقى الكلام ده اقل، يبقى ده مثلا يبقى في حدود 300,000 او 250,000. فانت هترجع بقى ايه تظبط علاقاتك تاني وتظبط الجدول بحيث ان الرقم ده يكون اقل من كده، ماشي. دي حاجات بقى بعدين بتبقى بالتفاوض بقى مع المالك او في المشروع اللي انت شغال فيه. حلو الكلام، طيب نرجع بقى للجدول بتاعنا تاني. عايزين نعمل بقى ابديت على السكادوال اللي احنا عملناه ده، تمام. دلوقتي احنا عندنا حاجتين او عندنا طريقتين عشان نعمل ابديت على السكادوال. انت عندك في طريقة سهلة جدا، اوبشن جوه البريمافيرا بيعمل لك الابديت، يعني بمجرد ضغطة زرار هيعمل لك ابديت، يديك اكشوال لكل الانشطه اللي عندك لحد داتا ديت معين. والاوبشن التاني انك تدخل الابديت على كل اكتيفيتي بايدك مانوال، تمام. بس قبل ما نتكلم الاول في الابديت، عايزين نوضح ايه هي البيرسنت كومبليت، تمام. يعني لو جينا هنا على الكولومز، ماشي، وقلنا له هات لنا البيرسنت كومبليت تايب، بيرسنت كومبليت تايب، ماشي. ال percent complete type دي هنا ده نوع ال percent complete لل activity او نوع percent complete للمشروع. لو تفتكر احنا لما كنا بنعمل كارية المشروع لأول مرة اخترنا ال percent complete type بتاعته duration، تمام. انت عندك في ثلاث انواع، duration وال physical وال units، تمام. طيب احنا المشروع بتاعنا شغالين عليه ديوريشن، ايه الفرق بين الديوريشن والفيزيكال؟ اليونتس لو انت المشروع عندك انت مش محمل عليه كوستس، فهتعمل ابديت ويز ريفرنس تو اليونتس، تمام. دي مش هنشتغل بيها، احنا اللي بنشتغل بيه الديوريشن او الفيزيكال، تمام. الديوريشن عندي المشروع عندك لو انت هنا مثلا اكتيفيتي زي الاكسكافيشن، انت البيرسون كومبليت تايب بتاعته ديوريشن. لو انت هنا مثلا قلت ان المشروع ده started 1 نوفمبر، حلو الكلام، واديته نسبة إنجاز 50%، هتلاقي هنا لو لاحظت هتلاقي هو حسب الريميننج ديوريشن اوتوماتيك، تمام. يعني انت كان عندك 4 أيام الأكتيفيتي خلص منه 50%، يبقى فاضل معاك يومين، تمام. يعني الديوريشن الملخص، الديوريشن بيرسنت كومبليت تايب ديوريشن، أنا ما بحتاجش أدخل الريميننج ديوريشن للأكتيفيتي بإيدي، ايه هو الابلكيشن بيحسبها بطريقه اوتوماتيك. طيب لو انا غيرت الاكسكافيشن ده وخليت البيرسنت كومبليت بتاعته فيزيكال، اشيل هنا بس كده النسبه اللي انا حطيتها دي، ماشي، واشيل الاكشوال من هنا، اوكي، هقول له ان هو نوت ستارتد، وهغير دي هخليها فيزيكال، تمام. بعد كده هقول له ستارتد 1 نوفمبر وخلص منه 50%. تاني هتيجي هنا على الريميننج ديوريشن هتلاقيها ما اتغيرتش، تمام. يبقى في الفيزيكال انا لازم ادخل الريميننج ديوريشن بتاعتي بايدي، تمام. ودي الطريقه الادق، ليه بقى؟ لان انت لما بتبقى مدخل الاوريجينال ديوريشن عندك في المشروع،
خمسة أيام مثلا للأكتيفيتي ده، تمام، وأنت دخلت منه 50%، فهو المشروع هيقول لك خلص 2.5 يومين ونص وفاضل يومين ونص. فإحنا ما بنتعاملش بالكسور في على أرض الواقع في المشاريع، الأيام ما بنتعاملش في الكسور، تمام. فهتعمل إيه؟ هتضطر إنك تدخل هنا الريميننج ديوريشن بإيدك، بس لازم تعمل رن عشان هو يحسب معاك، تمام. يبقى هتشيل الريميننج دي هتصفرها، وهتعمل رن مثلا ان 1 نوفمبر، احنا النهاردة مثلا هتقول له 4 نوفمبر وهو خلص منه 50%، تمام. فهو قال لك الاكشوال يومين، يعني انت خلصت 50%، هو حسب لك الاكشوال بطريقة اوتوماتيك خلاص، تمام. فانت هتدخل الريميننج ديوريشن بايدك، هتقول له انا فاضل معايا 3 ايام، يبقى هيقول لك ات كومبليت 5 ايام. يبقى انت كده بدل ما كنت هتنفذ الاكتيفيتي ده في 4 ايام، انت هتنفذه في 5 ايام. حلو الكلام. طيب لو خلينا النسبة 70% مثلا، تمام، هل الريميننج ديوريشن اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. اعمل ران تاني كده، الريميننج ديوريشن ما اتغيرتش. طب خليتها 80%، نفس الكلام، لان الريميننج هنا خلاص انت اعتبرت انك بتدخله بايدك، تمام. طيب خليت مثلا 7 نوفمبر، تمام، هتلاقي الريميننج زي ما هي ثابته، لان لازم تغيرها بايدك، تمام. عدى منه 5 ايام وفاضل فيه كمان 3 ايام، يعني الاكسكافيشن هيخلص معاك في 8 ايام، والاوريجينال بتاعه اصلا كان 4 ايام، يعني الاكسكافيشن هيتاخر معاك، ده هيبقى من الديليد اكتيفيتيز. حلو الكلام. يبقى دلوقتي فهمنا الفرق بين الديوريشن والفيزيكال، تمام.